اهلا وسهلا فيك معنا ببرنامج على الطريق. كنا عم نحكي استاذ عن الاطفال اللي بيقضوا 5 دقائق في ممارسه اليقظه الذهنيه. هاي عن دراسه بتحكي هدول الاطفال اللي بيقضوا 5 دقائق في ممارسه اليقظه الذهنيه قبل فتح الكتاب عندهم فرصه اكبر لتحسين مهارات القراءه. خلينا بالبدايه هيك نشرح للاشخاص شو يعني يقظه ذهنيه. استاذ حسام، يعني أنا بدي أوضح في أهمية القراءة إنه إحنا خلال وجودنا في المدارس الطالب بيمارس جهد دراسي من خلال قراءة المساقات الدراسية إلزاما بسبب وجود اختبارات. أما القراءة فهي قرار في شيء من الحرية. القارئ إنسان حر لأنه قرر أن يقرأ ويستغل هذا الوقت بشكل مفيد، وأيضا القارئ يملك الحرية لأنه اختار ماذا سيقرأ. فاختيار أنا كتاب أو اختيار مجموعة من الكتب لقراءتها يكون الهدف عبارة عن اطلاع على الأفكار وليس الهدف استهداف العلامة المدرسية. صح. فبالتالي يكون الطالب عندما يقرأ كتابا باختياره في شيء من الراحة النفسية. احتكاك أفكار الطالب بأفكار الكاتب تمثل شيء من التطور وشيء من الوعي، وهذا الشيء اللي بيخلي عقل الطالب ينمو حينما يطلع على أفكار خارج المساقات الدراسية وليست بهدف الحفظ بل بهدف التأمل والاستيعاب والتحليل والرفض أو القبول. لأن القارئ بعد فترة سيصبح قارئ قادر على النقد، وهي من أهم المهارات القرن 21. مجموعة الفوائد التي تنشأ عن عملية القراءة تشكل لهذا الطالب الوعي واليقظة الذهنية. لذلك حينما أقابل أنا طالب قارئ أستطيع من خلال المقابلة أعرف أن هذا الطالب يقرأ أو لا يقرأ من خلال قدرته على المحاورة، قدرته على التعبير عن رأيه، قدرته على إجراء حديث، قدرته ومعرفته أيضا بالأفكار واطلاعه أيضا وثقافته. أنا كشخص، إحنا معدل أعمار الإنسان في عصرنا الحالي قد تدور حول 70-80 سنة، تمام؟ لكن لما أنا أقرأ كتب لأشخاص مثقفين أو لأشخاص أدباء أنا أجيب على سؤال كيف يمكن أن أعيش 1000 سنة في غضون 80 سنة. جواب هذا السؤال يمكنك أن تقرأ 100 كتاب فكأنك عشت 1000 سنة، لأنك أنت بقراءة 100 كتاب مثلا حصلت على خلاصة خبرات كتاب وكتبوا خلاصة خبراتهم في الحياة في هذه الكتب. صح. فقراءة هذه الكتب تمثل للطالب النمو والتطور والسعة واليقظة الذهنية. طيب الدكتور، يعني احنا حابين هيك نسألك سؤال صراحة. هلا احنا بظل التطور التكنولوجي اللي عم بيصير، وبنفس الوقت اولادنا زي ما حكيت ربطوا الكتب بالدراسة والعلامات، وصار عليهم زي لود اكتر، يحسوه واجب مش يحسوه حب، والقراءة هي بالنهاية حب. وصار في كتب مسموعة، صار في كذا نوع من الكتب اللي ممكن احنا عم نحاول نبسط لاولادنا الطريقة اللي بس مشان الله اقرأوا. ودراسات مشابهة لهاي الدراسة اللي احنا حكيناها قبل ما نستضيف حضرتك، انه 5 دقائق بممارسة اليقظة الذهنية ممكن تخلي الواحد يقدر يستوعب المعلومات اكتر بالكتاب، ويحصل مجموع اكاديمي من الناحية الدراسية، وبنفس الوقت يستشفي المعلومات من هذا الكتاب اللي هو قرر انه يقرأه. يعني لو بدنا طريقة نيجي احنا نطبقها هاي الدراسات رح نحسها كتير صعبة، بس لو بدك تعطينا انت حضرتك ومن خبرتك طريقة معينة اللي تشجع اولادنا على القراءة، نخليهم يحبوا الكتب الورقية يلمسوها بايدهم، شو بتعطينا هيك طريقة لذيذة هيك نحبب اولادنا بالقراءة؟ اول شيء القدوة. انا اذا كنت اب قارئ يسهل علي اني اخلي ابنائي قراء فعلا. اما اذا انا كنت شخص مدمن على الموبايل ما بمسك كتاب فيصعب اني اخلي ابنائي قراء. فبالتالي نسأل الأب والأم هل تمارس القراءة؟ إذا كان الجواب لا، طيب هل يجب أن نمارس القراءة بشكل عائلي قبل أن نمارس القراءة يعني على مستوى أطفال؟ النقطة رقم 2، أنا بدي أختار كتاب يسهل قراءته من بأعمار الأبناء، يعني أعمار الأطفال من 5 سنين 7 سنين 8 سنين تختلف عن أعمار 16 و15 و14 سنة. لكل فئة عمرية يمكن انتقاء بعض الكتب، لكن لو أنا حكيت مثلا مع أبنائي في المدارس اخترنا كتاب عبارة عن رواية بسيطة قصة بسيطة زي قصة الخيميائي مثلا. قصة الخيميائي قصة رحالة يخوض عدد كبير من المغامرات وفيها عدد كبير من الحكم. أنا كأب وكأم عم بقرأ مع أبنائي، هذا هو الكلمة المفتاحية، بقرأ مع أبنائي وفي أثناء جلستي المسائية مع أبنائي
نناقش الأحداث التي حدثت في هذا الكتاب. هنا نستطيع أن نحقق عدد كبير جدا من الأهداف، أبعد حتى من موضوع مجرد القراءة. أنا لما أقرأ وأقوم بعمل أسري، أنا عم بوثق علاقاتي مع أبنائي، أيضا عم بعطيهم القدوة الحسنة، أيضا عم نناقش أفكار الكتاب، فأنا عم بسمن بطور مهارة التعبير عن الرأي في أبنائي. هذا التشجيع وهذا الجهد الجماعي يدفع الأبناء للتنافس في قراءة الكتب. فلو كان عندي أنا مثلا نشاط عائلي كل شهر أو كل أسبوع نقرأ كتاب، لكن الكتاب يكون شيق ممتع في رسائل هيك جميلة جدا، هذه المشاركة الجماعية طبعا تساعد على عملية القراءة وتحفز الطالب على عملية القراءة. أما قضية أني أشتري الكتاب وألزم ابني بقراءة الكتاب، راح نرجع بنفس دوامة أدرس. يعني نعطيه الخيار دكتور، يعني نعطيه الخيار أنه يختار الإشي اللي حابب يبحث فيه ويقرأ فيه، اصطحابه للمكتبة وانتقاء الكتاب طبعا هذا شيء مهم جدا. طب أستاذ حسام هيك، بس عندي هيك سريعا سؤال، احنا عم نعرف بظل هاي الظروف اللي عم نمر فيها واللي بتمر فيها غزة تحديدا او حرب الإبادة، قد ايه احنا هلا عم نركز على هذا الجيل الجديد على انه يعرف عن القضية اكثر؟ احنا من اي عمر بنقدر نتناقش او نخلي اطفالنا يقرأوا عن القضية، او احنا زي ما انت ذكرت نقعد احنا كعائلة نقرأ كتاب معين بيحكي عن القضية عشان نشرح لهم عنها، باي عمر ممكن؟ يعني خليني أعطيك مستويات لقراءة بعض الكتب عن القضية في فلسطين. لو أخذت أنا فئة الأعمار الصغار وأخذنا مثلا قصة للكاتبة روضة فرخ الهدهد، زيتونة ست حفيظة، قصة قصيرة جميلة جدا لطيفة، ممكن لإقراءها أعمار الصف الثاني الثالث الرابع الخامس السادس، قصة كثير جميلة جدا. تمام، طلعت بالفئة العمرية أكثر وأكثر وبدأت أقرأ هنا قصص قصيرة مثلا لغسان كنفاني، هذه القصص فيها أكثر عمقاً، فيها أكثر أدباً، فيها أكثر تمريراً للقيم اللي إحنا بنتحدث عنها، قيم الوطنية والتشبث بالأرض ومقاومة الأعداء إلى آخره. ممكن أيضاً من باب الوعي اقتنيت مثلاً موسوعة فلسطين المصورة، هذا كتاب في تاريخ فلسطين من 1000 سنة، من ما قبل الكنعانيين، يعني من أيام سيدنا إبراهيم عليه السلام، يمرر تاريخ أرض فلسطين بحيث ينفي الرواية المزورة التي يروجها اليهود أنهم أصحاب الأرض. يثبت هذا الكتاب أن العرب هم أصحاب الأرض وأن اليهود طارئون على المشهد. هذه مجموعة كتب حينما أقوم بتصفحها وأناقشها مع أبنائي طبعا يساعد هذا الشيء. طلعت على مستوى طلاب جامعات، بدأت هون أقتني مثلا الموسوعة الصهيونية للكاتب عبد الوهاب المسيري الكاتب المصري رحمه الله. فأنا عم بتدرج مع الأعمار، هل ابني بالكيجي بالصف الأول بالصف الخامس، مع كل فئة عمرية أنا بستطيع أقتني كتاب. حتى ممكن تسأليني طب أنا إذا ما عندي دراية بالكتب شو أعمل؟ قيم المكتبة بيساعدني. أنا بحكي مثلا والله بدي كتاب لابني بالصف الخامس، ابني بالسنة الأولى جامعة، ابني بالصف الأول ثانوي، فهم بصير نقيم المكتبة بيساعدني على اقتناء هذه الكتب. يعني احنا بالنهاية لازم ندرج الموضوع، اولادنا يشوفونا عم نقرأ، بعدين بنفس طبعاً الوقت ناخدهم على المكتبة يشوفوا الكتب طبعاً، ومع الالوان الجديدة اللي عم بيعملوها وكل التطورات اللي عم بتكون على الكتب طبعاً الا يجذبهم انتباه. بدنا نشكرك اكيد استاذة حسام عواد الخبير التربوي لهي المعلومات القيمة، وان شاء الله هيك كلياتنا نقدر ان نرجع لهواية القراءة لانه هي كانت هواية زي باقي هالهوايات اللي اولادنا بيحبوها بالوقت الحالي. شكرا لوجودك معنا ببرنامج على الطريق. شكرا لك.